نتلاقاو معاها ونزيدو نكرموهم نموذج يقتدى به ويهتدى به من طرف ابناء. اليوم ولادنا وبناتنا شرفونا في محافل في تكريم بعض الفنانين تحصلوا على عدة جوائز وطنية ودولية، من بينهم ثلاث فنانين تحصلوا على جائزة السيد رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في إطار الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، بالإضافة إلى خمس أو ست فنانين تحصلوا على عدة جوائز من مختلف دول العالم من خلال مشاركة في معارض ومهرجانات دولية. تحصلنا على تكريم من طرف سيد الوالي المحترم ومديرية الثقافة نظراً لمشاركتنا بعدة دول بالخارج، ومنها مصر تحصلنا على جائزة الأوسكار والعالمية من عدة دول في مجال فسيفساء بالجلد، تقنية جديدة. كرمنا من أجل مشاركتنا في الصالون الدولي لسلطنة عمان اللي هو جمع الطوابع البريدية، وين تحصلنا على ميدالية فضية كبيرة. أيضا الجمعية شاركت في الصالون الدولي أيضا بدولة الإمارات العربية بالشارقة بالضبط. مزور الدنيا الزلف اللون سيسمي اللو ما لا يملو الدنيا ثنميرثي وسلواي نقصدون تبثنت غفوس نيجو النس أكذو حبر النس قلن غر ثيم سيزلان ونسلواي انتقدو ذا قلن غر تشيلة أمازيغ كذيذ لس أمازيغ سوانا ونسما إذا كما من هذا مذوان الدنيا ثنميرثة مقاط غفوس نيجويا أحبر يا ذو تكيايا تغوسي قرنين قرنين همو قيس تغزات بالنسبة شديرين رزو ذو قنار نتشيلة ني غاديرين دي فارس تي غوسيوين إلا تيم مينوثين أدرين تتيثرارين عاد ذو وانا راك تاغول كنت مزيغ الزول في اللون قالوا حميده شوشان وغير الزوي السن نسلوين تكدوده وين عندنا في مزيغ تدي تسكلانت مزيغ ذكحريش تقمي سنت الايران غير فان دي ثمنات وورس السان شني دي ذكزون نثبثنت ثاني مرتم قرانتي الوالي نثبثنت مديري الثقافه قلنا قينا نغت كريمايا.